السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو ده أنا برد على بعض الأسئلة اللي كانت موجودة، أو هي كل الأسئلة اللي كانت موجودة على اليوتيوب على الفيديوهات السابقة. أولا بس أنا كنت حابب برضو أوضح إن اللي احنا عملناه في الفيديو السابق ده ما كانش اختيار قطاعات نهائية خالص، وكمان يعني ده كان حاجة كده يعني زي نبذة، إنما بإذن الله بعد كده هنعرف أصلا إزاي نعمل ديزاين بالساب وإزاي نطلع قطاعات بالساب. يعني أنا المرة اللي فاتت مجرد دوست على الاي كده اللي هنا دي اللي هو الايقونه بتاعت الستيل ديزاين، ومجرد ايه جاب لي قطاعات كده. عملت الليستات اللي هو يختار فيها الليسته اللي يختار فيها ويطلع القطاع ده ويطلع كل قطاع، وابتديت قلت له رن عشان يجيب لي، وقلت له على ستيل ديزاين دي عشان خاطر يبتدي يجيب لي القطاعات. ولكن مش هو ده الموضوع وبس طبعا خالص، يعني لان انت اصلا المفروض هنا بتبتدي تفتح دي، تفتح المكان ده وتبتدي تغير في البارامترز دي. هو كده ده الكود الامريكي، بتبتدي تغير في البارامترز بحيث تناسبك، لان اصلا مثلا زي الفاكتور بتاع اللاترال تورشنال باكلينج، انت مثلا حاطط في بيرلينز، البيرلينز دي بتقلل طول اللاترال تورشنال باكلينج، فبتحتاج ايه تقلل طول اللاترال تورشنال باكلينج بتاع القطاعات. مثلا القطاع ده المفروض عليه بيرلين، البيرلين دي بتكون ماسكاه وبتقلل اللاترال تورشنال باكلينج اللي عليه، او كمان بيبقى فيه ني بريسنج عشان تقلل اللاترال تورشنال باكلينج بتاع الفلانجه اللي حاصل عليها كومبريشن. طب الكلام ده نعمله ازاي؟ ممكن من هنا من ديزاين، الكلام ده انا بقول ان انا ما قلتوش وهنبقى نعمله باذن الله يعني في بعد كده لما نيجي نعمل ديزاين بالساب، بس بقول لكم ان اللي احنا عملناه قبل كده ما كانش ان احنا نعمل، ما كناش عملنا ديزاين يعني. طيب دلوقتي انا رحت على ديزاين مثلا ودوست على رحت هنا على اللاترال بريسنج، وابتديت اقول يوزر بريفرنس، وابتديت اكتب له النقطة ممسوكة من فين، من فوق توب ولا بوتوم ولا اول دي لو هو حتة فيها بيرلين وني بريسنج في نفس الوقت ماسكة القطاع اللي تحت، بكتب الرقم وطبعا بختار ابسليوت، يعني مثلا بين البرلين والتانية متر ونص، وانا هنا عندي اليونت بالمتر، فاكتب 1.5 هنا، واقوم دايس اد، واقوم دايس مثلا 3 متر، واقوم دايس اد. هو هنا بيقول لك اجنور لاست ومش عارف ايه ده عشان خاطر القطاع ده طوله اقل من 3 متر. هندوس اوكي كده، ده المفروض يتظبط يعني لاترال تورشنال باكلنج بتاعه هيكون مظبوط المره دي. لما نيجي نعمل ديزاين مره كمان هيبقى ايه المره دي اللاترال تورشنال باكلنج بتاعه مظبوطه، تمام. حتى لو جينا ندوس هنا كده في الاوفر فيو برضه هنا في حاجات المفروض بتتظبط او يعني ممكن نظبطها، او يعني على حسب شغلنا وعلى حسب الكود اللي احنا شغالين بيه، تمام. هنا يبقى كاتب لك الريشيو هو مسيف بنسبة قد ايه، هنا يعني 0.5، وبس مش مكتوب الكيس عشان احنا مكناش مسمينهم او مش مسمين الكيسز بشكل كويس، الكومبو اي دي. طيب هنا الاناليسز اتعمل على قطاع اي بي اي 270 والديزاين طلع اي بي اي 270. لو جينا مثلا نقف على قطاع تاني وليكن ده مثلا وندوس رايت كليك، نفس القطاع بتاع الاناليسيس هو بتاع الديزاين، بس ساعات بيختلف، ساعات بيختلف عادي يعني. لو الاناليسيس كان على قطاع والديزاين على قطاع بنفك الديزاين ده ونرجع نعمله من الاول، تمام. عشان بس احنا هنا معرفين ليست، يعني معرفين كل قطاع ده بليسته، لسته من القطاعات يختار منهم، تمام. فعشان كده الديزاين ان هو بيروح يختار قطاع، بس كانت دي الفكره ان احنا لسه ما عملناش ديزاين، تمام. محدش يفتكر ان انا كده طلعت القطاعات النهائيه او اي حاجه، لا ده مجرد كحاجه كده تبين لي القطاعات الايه المبدئيه اللي انا ممكن اختارها عشان اكمل تصميم. دي كانت اول نقطه في الفيديو، ودي اللي كنت حابب اوضحها. في نقطه تانية، كان في حد كاتب سؤال بيسأل بيقول لي انا عايز اعمل مثلا البريسنج دي، البريسنج تكون تشيل تنشن بس، يعني كيبلز، يعني انا عايز يعمل كابلات او عايز يعمل رود اسياخ. طب الكلام ده اعمله ازاي؟ انا بس عايز اتاكد دلوقتي، اجيب النورمال فريم نتيجه الوركينج مثلا، واجيب الاكسيال فورس واقول له ابلاي اوكي، هلاقي هنا في قيمة بوزيتيف، بوزيتيف دي يعني تنشن.
هنا في قيمة بالنيجاتيف، نيجاتيف 2 دي يعني كومبريشن اهو نيجاتيف، تمام؟ فانا عايز الغي حكاية الكومبريشن دي واشيل القطاعات البريسنج دي، مجرد اشيلها تنشن بس. الكلام ده بيحصل امتى؟ لو احنا مستخدمين كابلات، الكابلات بتشيل تنشن بس ما بتشيلش كومبريشن، تمام؟ طيب الكلام ده هقدر اعمله ازاي؟ الاول هفك القفل واختار مثلا الباكيه دي، واقوم رايح اقول له اساين فريم، اروح الاقي هنا تنشن كومبريشن ليميتس، اختار على تنشن كومبريشن ليميتس دي، هكتب على انكلود كومبريشن ليميت، الكومبريشن ليميت ايه؟ زيرو، قايل ابلاي اوكي. يبقى كده الجزء ده يعني التلاتة غالبا الممبر ده ما اتعملوش، ممكن نمسكه كده. لا اتعمل له بس هو عشان ممبر واحد فعشان كده مكتوبه مره واحده، تمام؟ فكده ده مش هيشيل كومبريشن خالص. طيب تمام. طيب لو عملت ران، تعالوا نعمل ران كده عشان هو هيطلع فيه مشكله، بس انا عايز اوريها لكم. هنعمل ران، هنيجي نبص كده على ده وندوس رايت كليك، ايه ده؟ ده شايل كومبريشن اهو، قيمه بالنيجاتيف اهي، لو جينا بنقف كده في اي مكان نيجاتيف اهي 0.2. طيب يبقى كده هو شايل كومبريشن برضه، تمام. يبقى نفتح القفل، في حكايه هنا المفروض نظبطها في الديفاين، في اللود كومباينيشنز الوركينج دي ابتدي ادوس عليها موديفاي، بدل ما هي لينير اد لا خليها نون لينير، نختار من هنا مفيش اكيد في نون لينير، لينير دي لا مش عايزين اللينير، او كرييت نون لينير. طب كنسل، ممكن نعملها من الكيسز، ممكن من ديفاين لود كيسز، هنيجي مثلا على دول على اللايف واقول له موديفاي واقول له نون لينير واقول له اوكي، وعلى الديد واقول له موديفاي واقول له نون لينير اوكي، تمام. دي اصلا دي حاجه اتعملت غلط، ال W دي كنسل، نعملها ديليت وندوس اوكي. لو جينا دلوقتي يعني انا مجرد رحت ديفاين، رحت على اللود كيسز، بدل ما هي كانت لينير الديت دي كان لينير واللايف ده كان لينير، لا خليتهم نون لينير، تمام. او ممكن برضو من الديفاين من اللود باترن، لا مش من اللود باترن، خلاص تمام زي ما عملناها من اللود كيسز، تمام. هندوس ران، دوس ران ناو. لو جينا دلوقتي ودوسنا، لو جينا وقفنا هنا هنلاقي مش شايله كومبريشن خالص، بقت نيجاتيف 0.00 يعني، تمام. لو جينا هنا شايله تنشن بس، يعني التنشن بقى هو اللي ليه قيمه والكومبريشن بقى ايه؟ مفيش اي كومبريشن، كومبريشن يعني قيمه لا تذكر، مفيش اصلا اي كومبريشن، نيجاتيف 0.00، تمام. يمكن انتوا اصلا مستصغرين قيم التنشن وقيم الكومبريشن نتيجه ان الاحمال اصلا اللي موجوده احمال رأسيه ديد ولايف، ما كنتش دخلت على الموديل اي احمال جانبيه، فعشان كده يمكن القيم صغيره قوي. يعني انا مثلا لو دخلت على العمود ده حمل كده في اتجاه الواي، تعالوا نشوف كده ممكن ايه اللي يجرى، بس مش العمود، هو مش هتفرق معايا العمود قوي، هو ممكن يفرق معايا. طب انا ممكن اخلي الباكيه دي، الباكيه دي عليها كومبريشن بقيم، هي برضه قيمها صغيره، بس خلونا مثلا نجرب الباكيه دي كده ونشوف ايه اللي هيجرى فيها لما نلغي لها الكومبريشن. خلونا نفك كده القفل ده ونقول له برضه من اساين، نروح على فريم، نروح على تنشن كومبريشن ليميت، اقول له انكلود كومبريشن بزيرو، اقول له ابلاي، اقول له اوكي، اتاكد من حكايه اللود كيسز دي، ديفاين لود كيسز. مش عارف هو ليه مش حاطط الوركينج هنا، مثلا نعمل ديفاين لود كومباينيشن، هي في الوركينج هي موجوده، موديفاي مثلا هنا لينير اد، هي دي تمام، هي ممكن دي تتغير اهو كده، هنا نون لينير اهو، الديد لود نون لينير اوكي، المفروض تكون مظبوطه ان شاء الله. خلونا نعمل ران ونشوف ايه اللي هيجرى. ران، تعمل ران هنا، لو تاخدوا بالكو القيمه بقت تنشن وبس، القيمه ايه؟ تنشن، بقت 0.02 وهنا 0.03، بس قيمه بوزيتيف مش نيجاتيف، قيمه ايه؟ بوزيتيف مش نيجاتيف،
وادي هنا بوزيتيف. بوزيتيف يعني ايه؟ يعني تنشن كده، مبقاش فيه كومبريشن في القطاعات اللي احنا غيرناها دي. يبقى كده ده السؤال الاول اللي كان حد كان بيسأل ازاي اخلي قطاع يشيل تنشن وبس على الساب. فهو الموضوع من اساين من فريم، هو بس مش مفتوح عشان خاطر واعمل الكومبريشن ليميت اخليه زيرو، واعمل اللود كيسز اخليها نون لينير. انا هنا في عندي اهو قطاعات عليها كومبريشن عادي خالص، لان دول ما اتعمل لهمش اللي ايه اللي احنا عملناه ده. تمام، فده كان اول سؤال. تاني سؤال كان في حد بيقول لي انت ليه مقطع، ليه بتقطع البريسنج منظر ده؟ يعني في قطاع كامل وقطاع تاني ايه متقطع عليه، طيب ليه؟ ليه الكلام ده؟ او ده مش واقعي او الكلام ده؟ لا طبعا، الكلام بالعكس، يعني الكلام ده اللي في الواقع اكتر، ده اللي بتلاقيه زي ما هتلاقيه موجود قدامك في الصور ده. لو ركزت كده في اي بريسنج هتلاقي الكونكشن بالمنظر ده، بيكون فيه ممبر مكمل من الاول للاخر وممبر متقطع عليه، الا بقى في حالات خاصة، يعني الا لو كان الاسبان كبير قوي او في حالات خاصة معينة ممكن نتعرض ليها باذن الله وهنشوفها في الفيديوهات القادمة. انما لا طبعا بيحصل، وطبعا ده الشائع اصلا، الحاجات اللي قدامك في الصور اللي هتكون معروضة عليك في الفيديو ده. لو في اي اسئلة في اي وقت تقدروا تسألوني، تكتبوا كومنتات على اليوتيوب او تبعتوا على الفيسبوك، وان شاء الله يكون الرد في اسرع وقت. شكرا جزيلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.